السرعة الحجمية الحجمية للتفاعل ب الوغ نكتبوها الوغ غادي ندير واحد في صغيرة هاكو باش نفرق بين هاد في صغيرة وهاد في كبيرة. في كبيرة هو الحجم بينما في صغيرة هي السرعة. الوغ السرعة الحجمية هي واحد على في كبيرة يعني واحد على الحجم في الدالة المشتقة ديال إكس على دي تي بحيث الوحدات الوغ هادي اللي كنقدروا ايضا نكتبوها واحد على في اكس على تي هو الدالة المشتقة اكس بريم دو تي تي صحيحة. الوغ الوحدة ديال في هي الليتر الوحدة ديال اكس هي المول الوحدة ديال دلتا تي هي السكوند. إذن الوحدة ديال السرعة الحجمية هي المول في لتر موانز ان في سكوند موانز ان. ما قلتش اشنا هو هاد اكس هذا مع اكس دو تي هو تقدم التفاعل دونك داك التقدم اللي كنلقاو في الجدول الوصفي. دونك هادي هي الوحدة العادية ديال السرعة الحجمية. ولكن إلا كان التفاعل بطيء كنقدرو نستعملو وحدات أخرى. يمكن التعبير عن V أيضا ب المول لتر موانز ان هادو ما غيتبدلوش في بلاصة سكوند تكون مينوت أو المول لتر موانز ان بلاصة المينوت تكون ساعة اور موانز ان بالنسبة للتفاعلات البطيئة. كان تفاعل كياخذ بزاف الوقت كان كيخصنا نحسبو من الافضل ان نحسبو بالمول لتر موان زان مينوت موان زان. انا هذه السرعه الحجميه هذه العلاقه ديالها ما قالت لينا كيفاش نوجدوها مبيانيا. ندير هنا ايجاد في مبيانيا. الوغ عادة كيعطيونا واحد الرسم ديال التقدم ديال التفاعل و تيقولو لنا اوجد السرعة الحجمية في اللحظة ت يساوي مثلا 5 مينوت. ت مثلا ناخدو حنا ت بالمينوت. الوغ إلا رسمنا التقدم ديال التفاعل إكس دو تي عطانا شي حاجة بحال هاكا. الوغ مثلا السؤال هو أوجد
السرعة الحجمية عند t يساوي 5 مينوت. alors الفكرة شنو هي؟ الفكرة باش نحسبوها هي استعمال التقريب، يعني العلاقة ديال في فيها مشتقة. alors حنا غادي نديرو تقريب ديال هاد المشتقة باستعمال التغير، غادي نديرو دلتا اكس على دلتا تي. دونك هنا نستعمل التقريب دي اكس على دي تي يساوي دلتا اكس على دلتا تي، يعني اكس جوج ناقص اكس واحد على تي جوج ناقص تي واحد. راه كيفاش غادي نديرو ليه؟ اولا نحدد النقطة النقطة A. شنو هي النقطة A؟ بحيث عندنا تي A كيسوى 5 مينوت، يعني نحددو النقطة فين بغاونا ناخدو هاد 5 مينوت. مثلا جاتنا هنا، هنا كاينة 5 مينوت. إذا النقطة علاش كنتكلمو؟ غادي ندير الإسقاط، غادي نلقاو هنا. دونك هادي هي النقطة أ فين بغينا السرعة الحجمية. ثانيا نرسم المماس في النقطة أ، نرسم المماس في النقطة أ. دونك غادي نجيو لهنا وغادي نرسمو واحد المستقيم مماس لهاد المنحة، بحيث كيدوز من أ. اللي هو المماس في النقطة A. ثالثا نعتبر نقطتين B و C من المستقيم. أنا نعتبر النقطتين B و C من المماس متباعدتين ونحدد إحداثياتها. نقطة B و نقطة C راه فين كناخدوهم؟ ناخدو مثلا نقطة C هنا وناخدو النقطة B هنا، بحيث يكونوا متباعدين. علاش كناخدوهم متباعدين؟ باش الحساب يكون صحيح، يكون أسهل في الإسقاط، ما يجيوش وحدة قريبة من وحدة أخرى من حدا الاخرى، بحيث ما نغلطوش الاسقاط. انا غادي خصنا نطول هذا المستقيم هذا
تي دونك الوغ الافصول هنا غادي يعطينا هو تي سي وهذا هو يعطينا تي بي الارتوب غادي يعطينا اكس بي والارتو غادي يعطينا اكس سي دونك في الرسم كنعرفوا هاد تي مثلا غادي يعطينا هنا عندنا 5 دونك انا يعطينا مثلا 9 مينوت و تي بي يعطينا مثلا 2 مينوت اكس بي يعطينا 5 في 10 اس ناقص 3 مول هنا 2 في 10 اس ناقص 3 مول ونحددو دونك حددنا الاحداثيات ديالهم بحيث بي عندها تي بي الافصول وعندها اكس بي الارتوب و نقطة سي عندها تي سي وهنا اكس سي الوغ انطلاقا من هادو نحسب واحد العدد شنو هو العدد اللي غنحسبو غادي نحسبو دلتا اكس على دلتا تي يعني غادي نديرو اكس سي ناقص اكس بي على تي سي ناقص تي بي دونك بديت بالسيف الفوق بدا بالسيف التحت بدي توخات بي نوخر بي الوغ شناهو هاد العدد هذا اللي كنحسبو هذا ديجا شفتوه في السنة الأولى بكالوريا والسنة الجدول المشترك هذا هو ميل الميل ديال هاد المماس المستقيم المماس انطلاقا دابا من هذا الميل ديال المستقيم المماس نقدروا نخرجوا السرعة الحجمية انا وصلنا لطاب 3 نشوفوا دابا لطاب 4 الوغ لطاب 4 نستنتج السرعة الحجمية بالضرب في واحد على في اللي هو الحجم يعني ان السرعة اللي خدامين عليها في اللحظة 5 مينوت غادي تولي كتساوي واحد على الحجم في في اكس ناقص اكس بي على تي سي ناقص تي بي هادو اللي حسبناهم هنا غادي نضربهم في واحد على في وغادي يعطينا السرعة ديالنا في اللحظة 5 مينوت ملاحظة سرعة التفاعل تتناقص مع مرور الوقت لأننا كنلاحظ أن هذا الميل ديال المستقيم الا كان المماس هنا كيكون المستقيم بحال هكا كيكون الميل ديالو كبير دونك تكون السرعه كبيره ما حد الوقت كيدوز وهذا الميل هذا كيتكا واحد بشويه بشويه دونك الا وصلنا هنا غادي يولي بحال هكا الا وصلنا في الاخر ديالو غادي يولي الميل يساوي صفر يعني ان السرعه ديال التفاعل غاديه
بشوية بشوية كتنقص 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 حتى في عندما ينتهي التفاعل تكون السرعة تساوي صفر.